بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم فيديو جديد يا جماعه، ازيكم يا اجمل اخوات؟ رجعت لكم فيديو جديد. هنتكلم النهارده عن سوق العصافير، عن الكوكتيل. وانتوا عارفين ان الكوكتيل ده الطائر المفضل بالنسبه لي، اكتر طائر بحبه، يعني مع احترام للاستراليات والروز واي طائر، الكوكتيل يا جماعه ليه عشق لوحده كده. نبدا الاول ايه في لم التجار. طبعا التجار انتوا عارفين ان الرسائل اللي بتتلم لدول الخليج بتتلم بتسافر بره. المهم نبدا الاول لما الكوكتيل، ندخل على ايه، على جميع انواع الكوكتيل الاول. تمام، الكوكتيل اللاتيني بالاخص، هنبدا الكوكتيل اللاتيني بالاخص، ركز في الحته دي. الكوكتيل اللاتيني في سوق استاد عيشة، سوق استاد عيشة في القاهره، سوق استاد عيشة بيتلم الجوز ب 300 جنيه. معرفش ليه هناك ب 300، مش فاهم. عندنا هنا في اسكندريه كوكتيل اللاتيني، انا بتكلم على الكوكتيل اللاتيني من اول الفطم لحد من الشباب، سن اللي هو سن 6 شهور، ده كله بيتلم بسعر واحد. كوكتيل اللاتيني في سوق اسكندريه من 300 ل 350، ووصل من 4 ايام بالظبط، يعني النهارده الجمعه تقريبا، يعني يوم الثلاث اللي فات تقريبا، كان يوم الثلاث اللي فات كان ب 370. بسم الله ما شاء الله. يعني احنا قلنا في سوق السيد عيش اللاتيني شباب 300 جنيه، وهنا في اسكندريه من 300 ل 350 ووصل 375، عشان في سنه بتتلم. ايا كان بقى الظروف، هي هو ده سعر الكوكتيل اللاتيني. تمام، انا بتكلم دلوقتي في لم التجار، لم التجار. تمام، كوكتيل الحبشي شغال، الدكوره بالاخص، ما اعرفش في الدكوره الحبشي الكبيره، الدكوره الحبشي الكبيره بيلموها، في بيلم ب 80 وفي بيلم ب 90، انا بتكلم على الفرد الواحد، في بيلم ب 100. تمام، ده الكوكتيل الحبشي. تمام، بص على المصبع، انا بتكلم على الخد، مصبع ابو خد، سعر الجوز من 250 الى 270، ده اقصى حد ليهم، وبيبقى فيهم كلام، ممكن التاجر يقول لك 210 كده، بس هو ده السعر اللي ثابت حاليا بقاله، بسم الله ما شاء الله بقى داخل في شهرين كده او 3 شهور، ده السعر الثابت. نخش على اللي بعده، الكوكتيل الايزابيل خد برضه من 180 جنيه الى 200 جنيه، ده حد اقصى بتاعه. انا بتكلم على لم تجار، لم تجار، عشان الناس تبقى واخده بالها انا بتكلم في ايه. تمام، هخش على بعده ايه بقى، الكوكتيل الحبشي الفرد، الفروخ، انا بتكلم على الحبشي فروخ، الكوكتيل الحبشي الفرد، فرد بيتلم ب 50 جنيه، هو التاجر بياخده ب 50 جنيه، نتاية ذكر شاب مش شاب، هو بياخده كده، مش بتكلم على الكبير، انا بتكلم على من اول سن الفطم لسن 6 شهور، ده في المجمل بتاعه بيتقال عليه شاب. تمام كده، يبقى انا اتكلمت على ايه، على لم التاجر. كل اللي انا قلته ده يا جماعه بكل توضيح، ده لم التجار اللاتيني، قلنا ب 300 في سوق السيد عيشة، وقلنا في اسكندريه ب 350، ده اللاتيني الأخص اللي الناس بتسأل عليه بالأخص. تمام، نتكلم بقى على بيع وشراء بين الناس، يعني واحد بيشتري من واحد، التداول في السوق بقى، التداول في السوق، المحلات اللي هو عامة بتشتري من على الفيسبوك، بتشتري معرفش منين، ده اللي داير بين الناس. الحبش شغال، الجوز ممكن توقع الجوز من 200 ل 220 230، تبقى أنت كده إيه في التمام. تمام، الإيزابيل اللي شغال، الإيزابيل اللي شغال، الجوز يعمل شغال من 220 الى 270، ده سعر القص بتاعه الشغال. تمام، انا بتكلم كل ده على كوكتيل ابو خد يا جماعه، ما اتكلمتش في الفرنساوي خالص، انا بتكلم على ابو خد. تمام، المصبع شغال من 300 ل 350، ده برضو سعر القص شغال. تمام، نخش بقى على ايه، على الباشا بتاعنا، الباشا بتاعنا اللي هو ماسك سعر في السوق ده، نتكلموا على اللاتيني. معرفش ليه في ناس بتبيع ب 450، وفي ناس بتبيع ب 500، وفي ناس بتبيع ب 550، انا مش فاهم برضك ب 450 ده يعني. بس برضك معظم اللي بيبيع ب 450 جنيه ده بيبقى شباب لسه بادئه تقول، فبيديهم لك ايه، هم شباب كده كده، وهو الكسبان احسن ما يديهم للتاجر ب 350، فيديهم لك انت ب 450 100 جنيه فرق، يعني هو بسم الله ما شاء الله هو الكسبان. وفي ناس بتلبس بقى، طبعا الكلام ده مش لاي حد، الفهمان بيبقى بيفهم الحاجه كبير، كان اشتغلت ولا ما اشتغلتش.
وبرضك هنقول على حسب التأليف وحجم الفرد وصحة الفرد وتاج الفرد وطول الفرد وريشه ومفهوش ضوافر مقطوعة والكلام اللي احنا كلنا فاهمينه كده. يبقى انا ايه غطيت كل الكوكتيل ابو خد. طبعا في لسه احنا في فتيهات وفي بصمات، بالمرة نقولهم بالمرة. سعر الأصل البصمة يعني هو ما بيفرقش عن اللاتيني في حاجة، يعني ممكن اللاتيني سابقه اليومين دول أو جاي معاه، ممكن تلاقي دكر بصمة كده إيه مستوى محترم 250 جنيه 270 جنيه باشا. وفي ناس بتطلعوا نتكلم على الفرد الدكر الشغال بصمة محترمة، بصمة نقطة صغيرة في كتفه بس، مش الناس اللي تجيب لك فرد مصبع فاتح ويقول لك ده بصمة. لا لا ده ولا بصمة ولا بتقل. بصمة يا جماعة عشان يبقوا فاهمين، الكريشة بتبقى في الكتف كده أو ممكن مش موجودة تحت الكتف، حاجات محترمة كده وتاج محترم وطول بسم الله ما شاء الله. وزي زي ما أنا وريتكم في الفيديوهات اللي تحت كده، لو حضراتكم عايزين تشوفوا في القناة عندي معايا فرد بصمة بعمل فيه فيديوهات بشرح عليه بسم الله ما شاء الله، حاجة محترمة. ده بيعمل من 250 ل 300 تمام. الأصل الشغال من قول في ناس ممكن تخلص على 500 ل 600، ده الأصل البصمة. الفتيهات نفس القصة، يعني بتلعب في 450 500 نفس القصة. الأصل الفتيهات من الكوكتيل أبو خالد. كده احنا اتكلمنا عن الكوكتيل أبو خالد وغطيناه من أوله لآخره، وإن شاء الله أي حاجة أي حاجة جديدة هكلم حضرتك كده. نبقى خلاص خلصت الفيديو.